بدوره أكد سعادة النائب عبد الرحمن أبو علي عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن التوجيهات الملكية السامية ليست بالمستغربة على جلالة الملك المفدى الذي يحفظ دائما حقوق ومكتسبات المواطنين. أن ذلك كله ليس بقريب على صاحب الجلالة الذي عودنا على هذه المواقف الوطنية والإنسانية. صاحب الجلالة الله يحفظه هو دائما القريب إلى شعبه والذي يشاركه في كل شؤونه وهمومه، وهو صاحب القرارات والمكرمات التي تصب دائما في خدمة الوطن والمواطنين. طبعا من المؤكد أن إعادة هذين المشروعين في ظل التوجيهات الملكية السامية أمر لا بد منه لكي لا يتم الانتقاص أو المساس بحقوق المتقاعدين والموظفين الحاليين الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع. بالنسبة لنا احنا كسلطة تشريعية كما اشرت آنفا، لقد عودنا صاحب الجلالة الله يحفظه على مواقفه الثابتة التي ينتصر فيها دائما للشعب من خلال وقوفه الى جانب شعبه في كل ما يتخذ من قرارات، إن كان على مستوى الشؤون الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأسرية أو السياسية. نتيجة لهذه الانتصار من جلالته للشعب، فقد حقق جلالته الكثير من المشاريع لمصلحة الشعب في كل الجوانب. البحرين اليوم أصبحت بفضل قيادته الله يحفظه الحكيمة تعيش نهضة سياسية اقتصادية واجتماعية. وآخر ذلك ما صدر من توجيهات الحكيم بشأن مشروعي قانون التقاعد الذي أدخل الفرحة والسرور على قلوب جميع المواطنين.